اللهم صل على محمد وآل محمد. المجلس الأول فتوى الإمام زين العابدين عليه السلام مع عماته وأخواته إلى كربلاء. جاء في الزيارة الناحية الشريفة السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد الدريب السلام على البدن السليم السلام على الثغر المقروع بالقضيب السلام على الودد المقطوع السلام على الرأس المرفوع السلام على الأجسام العارية بالفلوات تنهجها الذئاب العاديات وتختلف عليها السباع الضاريات السلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المرفرفين حول قبتك الحافين بترمتك الطائفين بعرصتك الواردين لزيارتك السلام عليك فإني قصدت إليك ورجوت الفوز لديك السلام عليك سلام العارفين بحرمتك المخلصين بولايتك المتقربين الله بمحبتك البريئين من أعدائك سلام من قلبه بمصابك ودمعه عند ذكرك مسبوح سلام المفجوع المحزون الواله المستكين سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حتى السيوف وبذل حشاشته دونك للحتوف وجاهد بين يديك ونصرك على من بغى عليك وفداك بروحه وجسده وماله وولده وروحه لروحك بدار
تأخرت بالدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب روى الشيخ الصدوق عليه الرحمة عن الحارث بن كعب عن فاطمة بنت علي صلوات الله عليهما ثم أن يزيد لعنه الله أمر بنساء الحسين عليه السلام فحبسن مع علي بن الحسين عليه السلام في محبس لا يكن من حر ولا قر حتى تقشرت وجوههم ولم يربع ببيت المقدس حجر عن وجه الأرض إلا وجد تحته دم عبيط وأبصر الناس الشمس على الحيطان حمراء كأنها الملاحف المعصفرة إلى أن خرج علي بن الحسين عليه السلام بالنسوة ورد رأس الحسين عليه السلام إلى كربلاء وفي كتاب لواعج الأشجان للسيد محسن الأمين عليه الرحمة قال وكان يزيد وعد علي بن الحسين عليه السلام يوم دخولهم عليه أن يقضي له ثلاث حاجات فقال له اذكر حاجاتك الثلاث اللاتي وعدتك بقضائهن فقال له الأولى أن تريني وجه سيدي ومولاي وأبي الحسين عليه السلام فأتزود منه وأنظر إليه وأودعه والثانية أن ترد علينا ما أخذ منا والثالثة إن كنت عزمت على قتلي أن توجه مع هؤلاء النساء من يردهن إلى حرم جدهم صلى الله عليه وآله وقال أما وجه أبيك فلن تراه أبدا وأما قتلك فقد عفوت عنك وأما النساء فما يردهن غيرك إلى المدينة وأما ما أخذ منكم فأنا أعوضكم عنه أضعاف قيمته فقال عليه السلام أما مالك فلا نريده وهو موفر عليك وإنما طلبت ما أخذ منا لأن فيه مغزل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله ومقنعتها وقلادتها وقميصها فأمر برد ذلك وزاد فيه من عنده 200 دينار فأخذها زين العابدين وفرقها في الفقراء والمساكين وفي رواية إن يزيد قال لعلي بن الحسين عليه السلام إن شئت أقمت عندنا فبررناك وإن شئت رددناك إلى المدينة وقال لا أريد إلا المدينة ثم إن يزيد لعنه الله أمر برد السبايا والأسارى إلى المدينة وأرسل معهم النعمان بن بشير الأنصاري في جماعة
فلما بلغوا إلى العراق قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء. فلما وصلوا إلى موضع المصرع وجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم ورجالا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله قد وردوا لزيارة قبر الحسين عليه السلام، فتوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم وأقاموا المهتم، واجتمع إليهم أهل ذلك السواد وأقاموا على ذلك أياما. روى الشيخ المفيد عليه الرحمة بإسناده عن إبراهيم بن داح قال: أول شعر رثي به الحسين بن علي عليه السلام قول عقبة بن عمرو السهمي من بني سهم بن عوف بن غالب قال: مررت على قبر الحسين بكربلاء ففاض علي من دموعي غزيرها، فما زلت أرثيه وأبكي لشجوي ويسعد عيني دمعها وزفيرها. وبكيت من بعد الحسين عصائبا أطافت به من جانبها قبورها. سلام على أهل القبور بكربلاء، وقل لنا مني سلام يزورها. سلام بأنصال العشي وبالضحى تؤديه نكباء الرياح ومورها. ولا برح الوفاد زوار قبره يبوح عليه مسكها وعبيرها. وعن كتاب بشارة المصطفى وغيره بسند عن عطية العوفي قال: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري عليه السلام زائرا قبر الحسين عليه السلام، فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل، ثم اتزر بإزار وارتدى بآخر، ثم فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه، ثم لم يخطو خطوة إلا ذكر الله تعالى، حتى إذا دنا من القبر قال: ألمسني فألمسته إياه، فخر على القبر مغشيا عليه، فرششت عليه شيئا من الماء، فلما أفاق قال: يا حسين ثلاثا، ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبه، ثم قال: وأنى لك بالجواب، وقد خشبت أوداجك على أسباجك وفرق بين بدنك ورأسك،
أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد المؤمنين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء وما لك لا تكون هكذا وقد غدتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك ولا شاكة في حياتك فعليك سلام الله ورضوانه وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا ثم جال ببصره حول القبر وقال السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين عليه السلام وأناخت برحله أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه قال عطية فقلت لجابر فكيف ولم نهبط واديا ولم نعلو جبلا ولم نضرب بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأوتمت أولادهم وأرملت الأزواج فقال لي يا عطية سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين عليه السلام وأصحابه قال عطية فبينما نحن كذلك وإذا بسواد قد طلع من ناحية الشام فقلت يا جابر هذا سواد قد طلع من ناحية الشام فقال جابر لعبده انطلق إلى هذا السواد وأتنا بخبره
فإن كانوا من أصحاب عمر بن سعد فارجع إلينا لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله تعالى. قال فمضى العبد فما كان بأسرع من أن رجع وهو يقول يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا زين العابدين عليه السلام قد جاء بعماته وأخواته، فقام جابر يمشي حافي الأقدام مكشوف الرأس إلى أن دنا من زين العابدين عليه السلام، فقال الإمام أنت جابر؟ فقال نعم يا ابن رسول الله. فقال يا جابر ها هنا والله قتلت رجالنا وذبحت أطفالنا وسبيت نساؤنا وحرقت خيامنا. وفي بعض الأخبار قال الراوي فتلاقوا في وقت واحد وأخذوا بالبكاء والنحيب واللطم وأقاموا العزاء، واجتمع إليهم نساء أهل السواد وخرجت زينب بالجمع وأهوت إلى جيبها فشقته ونادت بصوت حزين يقرح القلوب وأخاه وحسينا هو حبيب رسول الله وابن مكة ومنى وابن فاطمة الزهراء وابن علي المرتضى. آهٍ آهٍ ثم آه ووقعت مغشيا عليها. فاجتمعنا النساء إليها ورششنا الماء عليها حتى أفاقت وكأني بها تنادي بلسان الحال. يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما علامها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها؟ بالله هل وعيتموها بالثرى؟ وهل استقرت في اللحود رمامها؟ وكأني بطائل يقول في جوابها عليها السلام. ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مد
الليل عانيتان حاكت له الريح ضافي مئزر ورداء فأقام هناك ثلاثة أيام ملازمين لإقامة الماتم وإجراء الدموع السواجم ثم بعد ذلك أمر علي بن الحسين عليه السلام بشد الرحال فشدوها فصاحت سكينة بالنساء لتوديع قبر أبيها فدرن حول القبر وحضنت سكينة قبر أبيها وبكت بكاء شديدا وحنت وأنشأت تقول ألا يا كربلاء نودعك جسما بلا كفن ولا غسل دفينا ألا يا كربلاء نودعك روحا لأحمد والوصي مع الأمينا وانكبت أيضا فاطمة ابنة الحسين عليها السلام على قبر أبيها وبكت بكاء شديدا حتى غشي عليها أحسين بعدك لا هنا عيش ولا ها نحن بعدك يا غريب الدار أمسينا غرائب وعلى الشدائد يا شهيد الطب شدينا العصائب وروي قيل لعلي بن الحسين عليه السلام دع النساء تتزود من أهلها فقال عليه السلام يا قوم إنكم لا ترون ما أرى إني أخشى على عمتي زينب أن تموت إنها تقوم من قبر إلى قبر ولما قيل لزينب عليها السلام قومي قالت إلى أين قالوا إلى المدينة قالت ومن ذا بقي لي في المدينة لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق البسيح وأطفالي بغير حميم المجلس الثاني في فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام مما روي من الأحاديث في فضل زيارة سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إن موسى بن عمران سأل ربه عز وجل زيارة قبر الحسين بن علي فزاره في 70,000 من الملائكة وروي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام فقال
أخبرني أبي أن من زار قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتبه الله في عليين، وقال إن حول قبر الحسين عليه السلام 70,000 ملك شعثا غبرا يبكون عليه إلى يوم القيامة. وقال دعبل الخزاعي يحث على زيارة قبر الحسين عليه السلام: زر خير قبر بالعراق يزار، واعص الحمار فمن نهاك حمار، لم لا أزورك يا حسين لك الفداء، قومي ومن عطفت عليه نزار. ولك المودة في قلوب ذوي النهار، وعلى عدوك مقتة ودمار. يا ابن الشهيد ويا شهيدا عمه خير العمومة جعفر الطيار. عجبا لمصقول أصابك حده في الوجه منك وقد علاك غبار. وقال حسام الدولة أبو الشوق فارس بن محمد عليه الرحمة في زيارة قبر الحسين عليه السلام: يا زائرا أرض العراق مسددا سلم سلمت على الإمام السيدي، بلغ أمير المؤمنين تحيتي، واذكر له حبي وصدق توددي، وزر الحسين بكربلاء وقل له: يا ابن الوصي ويا سلالة أحمد، ضاموك وانتهكوا حريمك عنوة، ورموك بالأمر الفظيع الأنكدي، ولو أنني شاهدت نصرك أولا رويت منهم ذابلي ومهندي، مني السلام عليك يا ابن المصطفى أبدا يروح مع الزمان ويغتدي، وعلى أبيك وجدك المختار والثاوين منهم في بقيع الفرقد. قال شيخنا البهائي عليه الرحمة في الكشكول: روي أن الحسين عليه السلام اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية 60,000 درهم، وتصدق بها عليهم وشرط أن يرشدوا إلى قبره ويضيقوا من زاره 3 أيام. وروى محمد بن أحمد بن داود القمي عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال:
حرم الحسين عليه السلام الذي اشتراه 4 أميال في 4 أميال، فهو حلال لولده ومواليه، حرام على غيرهم ممن خالفهم وفيه البركة. وذكر السيد الجليل السيد رضي الدين بن طاووس أنها إنما صارت حلالا بعد الصدقة لأنهم لم يقوا بالشرط. قال: وقد روى محمد بن داود عدم وفائهم بالشرط في باب نوادر الزيارة. وروى هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وكل الله بقبر الحسين عليه السلام 4000 ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة، فمن زاره عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوا مأمنا، وإن مرض عاودوه غدوة وعشيا، وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة. ومما جاء في فضل زيارة الحسين عليه السلام أيضا ما رواه ابن قولويه عليه الرحمة عن الحسين بن ثوير بن أبي فاخت قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا حسين، من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي عليه السلام إن كان ماشيا كتب له بكل خطوة حسنة ومحيا عنه سيئة، حتى إذا صار في الحير كتبه الله من المفلحين المنجحين، حتى إذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى. وروي عن عبد الله بن الطحاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته وهو يقول: ما من أحد يوم القيامة إلا وهو يتمنى أنه من زوار الحسين بن علي عليه السلام، لما يرى مما يصنع بزوار الحسين من كرامتهم على الله. ولله در الشاعر إذ يقول: إن شئت النجاة فزر حسينا لكي لا تلقى الإله قرير العين، فإن النار ليس تمست جسما عليه غبار زوار الحسين. روى ابن قولويه عليه الرحمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الحسين بن علي عليه السلام ذات يوم في حجر النبي صلى الله عليه وآله يلاعبه ويضاحكه، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما أشد إعجابك بهذا الصبي؟ فقال لها: ويلك، وكيف لا أحبه ولا أعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني.
أما إن أمتي ستقتله فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجتان من حججي. قالت يا رسول الله حجة من حججي؟ قال نعم وحجتين من حججي. قالت يا رسول الله حجتين من حججي؟ قال نعم وأربعا. قال فلم تزل تزد تزاده ويزيد ويضعف حتى بلغ 90 حجة من حجج رسول الله صلى الله عليه وآله بأعمارها. وعن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما لمن زار الحسين عليه السلام؟ قال كمن زار الله في عرشه. قال قلت فما لمن زار أحدا منكم؟ قال كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء. وإتيانه مقترب على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله. وعن منصور بن حازم قال سمعناه يقول من أتى عليه حول لم يأتي قبر الحسين عليه السلام أنقص الله من عمره حولا. ولو قلت إن أحدكم ليموت قبل أجله ب30 سنة لكنت صادقا، وذلك لأنكم تتركون زيارة الحسين عليه السلام فلا تدعوا زيارته يمد الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم. وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم. فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك، فإن الحسين شاهد لكم في ذلك عند الله وعند رسوله. وعن أمير المؤمنين وعند فاطمة عليها السلام مما جاء في فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام، أيضا ما رواه ابن قولويه عليه الرحمة عن معاوية بن وهب قال استأذنت على أبي عبد الله عليه السلام فقيل لي ادخل، فدخل فوجدته في مصلى في بيته فجلست حتى قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا الشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا. اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي عبد الله الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم
رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صيتنا وسرورا وأدخلوا على نبيك وإجابة منهم لأمرنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك صلى الله عليه وآله وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضوانك فكافهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار واحلب على أهاليهم وأولادهم الذين خلقوا بأحسن الخلق واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد وشر شياطين الإنس والجن وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينهم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى توافيهم من الحوض يوم العطش إلى أن قال عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد ابن محمد صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا
بحقكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا السلام على الخديتري السلام على الشيب الخضيب السلام على الجسد السليم السلام على الثغر المقروع الخضيب حسين شرحتي تنشرحتي تن يا راكبا شد قمي زر حسين في كربلاء عليا فإذا ما نار طور لمعت فاخلع فثم الحظيرة قدسية واغتسل بالفرات والبس قميصا حوز وانثر دموعك دمويا وقصر المش فالخطوة جاءت بحجة نبوية وإذا ما جئت للضريح فسلم وحسين ثم زروا زيارة الوارثية ثم صح وادعوا والدعاء سريعا مستجاب تحت القبة الحائرية حبيبي حسين وحسينا يا ابن المطهرة البتول الزكية أنا أدعوك فلا تجيب وأنا بعد قطع الكريم بالسمرية تبكيك عيني لا لأ
يا إله كنما عيني لأجلك ما كلهم حاكين حول الضريح كالناح وكل ينادي وحسين. بعد احنا ما وصلنا لكن نشاركهم ان شاء الله كما قال جابر يا رايح تزور حسين مني بلغ رسالة وصل ضريحة خلي دمعك بين هماله. لا اعطيني جواب من عندك حتى اخذ مكانه. وصل ضريحة خلي دمعك بين هماله سلام الصدور داس الشموع عبر وداج وشاد راس فوق عسال حسين يا وصل ضريحة وخلي دمعتك جري سلا صدوك مكوفة لوجه يا سيدة واي ماما سلا كسرت منه الأضلاع حسين يا حسين حسين يا حسين يلي تزور حسين خلي الدمع لفوا عظام في بواب
والفيل برأى ما ينعرف راسك بأي بلدة يسر دار حسين يا حسين حسين يا حسين يلي تزور حسين خلي الدم حسين الصدود ظل عريب غير أجفان وسأل بعين عين عن حالة النسوان يقولون سبايا لغض كوفان حسين يا حسين يا حسين تقلقوا يا طبعنا طبعنا والديوان معلوم بالمجلس بعود والله تمنيت راعي الجود ما وجود وألف يا حيك من الدهر بعدك أنا ما أريد العمر يا حسين بعدك ولا أشوفك على تقول الرواية لما وصل جابر بن عبد الله إلى كربلاء اغتسل بالفرات ولبس قميصا وإزار ووضع عليه شيئا من الساعة ثم تقدم إلى قبر الحسين ما رفع قدما ولا وضع أخرى إلا وهو يقول الله أكبر لا إله إلا الله فلما وصل إلى القار قال يا عطية المسني تراب القار فلما وضع يده على القار قال ثلاثة الحسين ثم سلم عليه وقال حبيب وقد تمد دورانك على أدراجك وبصل ما بين رأسك وجسدك صحونا لي وحسينا قال للجابر ماكو ضعينة جاية قال له هذا كأنه الإمام زين العابدين وأخواته وعماته صاح يا جابر قوم وينك ضعينة والله نما جابر وعبرته يا سجاد
ثم خرت كل واحدة من على ظهر الناقة، واحدة إلى الأكبر والأخرى إلى الجاسم والأخرى إلى الرضيع والأخرى إلى الحسين، والكل ينادي وحسين. يا جابر هؤلاء قتلت رجالنا، يا جابر هؤلاء سويت نساؤنا، يا جابر هؤلاء حلت خيامنا، يا جابر هنا صعد الشهر الرباب سألت السجادة إيش قالت لي؟ ما شافت قبر لولدها، إيش قالت لها؟ ما قلت لي قبر الولد في وين محفوظ؟ أنا أعد لك البيت حتى تساعدني. ما قلت لي قبر الولد في وين محفوظ؟ قال يا حرة قبره ما جرى مثله في القبور، قبر الولد على صدر الولي ودمومه تفور، وحسين من نحره يحاجيه إلى أرضي. صح ونادي وحسين وإذا بزينب نجات إلى قبر أخيها، رمت بنفسها على قبر الحسين، صاحت وحسين الذي عبت الوطن ونزلت وادي كربلاء، قوم عاين حالتي يا حسين جيت من أحد. يا الذي عفت الوطن ونزلت وادي كربلاء، قوم عاين حالتي يا حسين جيت من أحد. يا الذي عفت الوطن ونزلت وادي كربلاء، قوم عاين حالتي ساعتك راقك يا اخويا ما بقى لي جلد، ساعتك راقك يا اخويا ما بقى لي جلد، سفرتي صعبة وطويلة وفرقتك صارت أشد، ليت قبل السفر واروني بلا حد، تدري حرمة بالسفر منهك فين صرت له، تدري حرمة بالسفر منهك فين صرت له. خبر تجهيزك يا اخويا زلزل اركان العرش، خبر تجهيزك يا اخويا زلزل اركان العرش، جفن باسمك بارية وترعانا ابو محمد نعش، جفن باسمك بارية وترعانا ابو محمد نعش، ظنيتي ما بلا وحشاك من العطش، ليت بعدك المآي لا حلو حسين. صحيت لا رديت يا حسين أفصل لك مصايب هالسفر، يا لا يمكن أفصل يا خليس ولا شغار، لا قلبي من السرى ونعمت عيني من السمر وحسينا، والله جينا وعلى قبره و
صيحة وهاي المحامل قوم ردنا هاي مناسبة الغربة وطن جدنا بعد ايش قالت لها قالت يا انا جيتك وجبت الراس وياي ومن السد وكانت بيسن وهاي والله تقعد يا عز لكن بيتين تفطر القلب اقراهم من قلبي اذا كنت استلحهم بقلبك وصلت يم العباس قالت لها كل جيناكم يا ابو فاضل وانا جيت تنزلونا وهاي الرؤوس جبنا ومنكم نطلب العون وراس حسين سمحوني تراهم كسرين سنونا قلبها سنونا طشت التهر كسرين يزيد وتبغر عيوني بعد بيتين الدعاء عنها عتب زينب تقل لعباس عباس ماني من دمتك جيت والله جيت لجلك ولجل حسين انا عشت الوطن والبيت واشوف جيت الكرمل وامي تدورت والله عبت انسفر مني وبليت الحسين ايش قالت لها قالت يا وجه قبت المدينة والله مدينة شكونا لنا شد حسين وانا شكونا لنا شد لنا يلا ولا خلي ضج المجلس والله اخوك حسين عمك وين عباس نقول نحسن والجثه لا راس عباس في القطعه يا يمين انتقلت الى المدينه هذا بيتين الدعاء وصلوك عند الدعاء ايش قالت قالت يا محسن يا يوم تعالي شوفك ولا والي ورزق ودي من الصبر والي
والله يا زينب يا يما مو بعيدة، أنا ثلاث أيام ساكنة فين، أنا شفت حسين بن حسان وريد أنا جيت أدور خنصرينا وجيت أركب جفعة ضيدة وإلى أرواح الأوطان المنتج حاضر فاتحة تسبيحها صلوات اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الله عليه وآله من أراد الله به الخير قد سا في قلبه حبا حسين وحب زيارته. صلوا على محمد وآل محمد. زيارة المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه هي من أفضل العبادات وأجل القربات، ولهذا لا ترى يوم فضيلة يمر إلا وزيارة الإمام الحسين عليه السلام من أفضل أعماله في مختلف المناسبات، في الأول من رجب، في النصف من رجب، في النصف من شعبان، في ليالي القدر، في ليلتي العيدين، في يومي العيدين، في يوم عرفة، في مختلف المناسبات، في مقدمة الأعمال زيارة الإمام الحسين عليه السلام. وقد أكد النبي وأهل البيت سلام الله عليهم على زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وبينوا الثواب والأجر العظيم في زيارته. والنبي صلى الله عليه وآله قبل شهادته بسنوات طويلة تحدث عن فضل زيارة الحسين، ولهذا ورد عنه في مضمون الخبر: من زاره بعد شهادته أوجب الله تعالى له الجنة، فالجنة بزيارته عليه السلام. أيضا ورد عن ابنة الأول تقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله والحسين في حجرة والنبي يقبله ويشده فقل لنفسه، فقلت له: يا رسول الله، ما أشد إعجابك بهذا الصبي وما أشد حبك له؟ فقال: كيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني، أما إن أمتي سوف تقتله من بعد الله.
فمن زاره بعد شهادته كتب الله تعالى له ثواب حجة من حجة النبي صلى الله عليه وآله. فقالت متعجبة: حجة من حججك؟ فقال: نعم، وحجتين من حججك. فقالت: حجتين من حججك؟ فقال: نعم، وأربع. وكلما زادت زاد حتى وصل إلى 70 حجة فسكت. وعن الإمام الصادق عليه السلام: زيارة الحسين واجبة على كل من أقر له بالإمام. اللهم ارزقنا بالسلام. فتأكيد كبير على زيارة الحسين وفضل زيارته، والروايات في فضل زيارته كثيرة جدا، والذي يقرأ تلك الروايات يجد من الأجر ما يفوق الخيال. ورحم الله المقدس الشيخ علي الجشي رحمه الله، يقول: وقارب الخطى وفي المشي اقصدي، فخطوة بحجة أو أزيدي، بل فضلها في الناس لم يحدد، إذ لا يطيق العقل والأفكار. نعم، يقول: العقل لا يتحمل الثواب الذي في زيارة الحسين عليه السلام. وزيارة الحسين فيها كل خير وفيها النجاة للإنسان. ورحم الله الشيخ الخليعي، هذا الذي كانت أمه ناصبية، وقد نذرت إذا كبر ولدها أن تجعله يقطع الطريق على زوار الحسين، فلما كبر قالت له: هذا نذر ولا بد من الوفاء به، مع أنه نذر معصية، نذر باطل، ولكن هؤلاء نواصب. فخرج حتى يقطع الطريق على الزوار. فلما جلس على الطريق الذي يمر فيه الزوار ينتظر أن تمر قافلة، بينما هو كذلك وإذا به قد غفت عيناه ونام، فمرت عليه قافلة دون أن يشعر بها، وثار عليه غبار من تلك القافلة، وإذا به يرى في عالم المنام كأن القيامة قد قامت، وكأن الملائكة تسحبه إلى نار جهنم، وهو يستغيث. فبينما هو كذلك وإذا برجل نوراني قد أقبل وقال لهم: دعوه. فقالوا: يا أبا عبد الله، إنه قد جاء يقطع الطريق على زواره. فقال لهم: دعوه، فإن عليه غبار زواره. فانتبه باكيا ومضى مسرعا إلى حرم الإمام، وكان ذلك يوم فضيلة والحرم ممتلئ بالزوار. فوقف ينادي: إذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني، وإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. نعم، فالنجاة في زيارته، كل الخير في زيارته، والذي يوفق لزيارته الله يريد له الخير. هذا سعيد. من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين، اللهم ثبتنا على ولاه، وحب زيارته. الله تحفظهم يا رب. فهنيئا لزوار الحسين، وزيارة الحسين في الأربعين هي علامة من علامات أهل الإيمان، علامات المؤمن خمس: صلاة 51، والتختم باليمين، وتعفير الجحيم، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وزيارة الأربعين.
زيارة الحسين بعد 40 يوما من شهادته، وقد ورد أن السماء بكت على الحسين 40 يوما بالدم، وبكت الأرض على الحسين 40 يوما بالسواد، وبكت الشمس على الحسين 40 يوما بالكسوف، وما رفع حجر ولا مدر إلا وجد تحته دم عبيد. تفضل الشيخ. نعم، فالكون كله تجاوب بالبكاء على الحسين، وكان أول من زار الحسين في 40 هو جابر بن عبد الله الأنصاري، واستمرت هذه الزيارة كل هذه السنوات إلى هذا اليوم، وهذه معجزة للإمام الحسين عليه السلام. في كل عام ترى الملايين تتوجه إلى زيارته. وفي تلك المسيرة وفي تلك الزيارة تجد العجب العجاب، تجد من هو على ضعف حالته المعيشية ووضعه المادي الضعيف، إلا أنه يبذل كل ما عنده في خدمة زوار الحسين. تجد من هو كبير في السن ومن هو معاق، إلا أنه يقطع تلك المسافات الطويلة ويمشي عشرات الكيلومترات أو مئات الكيلومترات حتى يأتي ويسلم على الحسين. فهنيئا لزواره، نسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالهم وأن يشركنا في زيارتهم. من أحب عمل قوم أشرك في عملهم. نعم، نسأل الله أن يشركنا في زيارتهم وأن يردهم سالمين غانمين، وأن يحفظ زوار الحسين. ونحن بقلوبنا وبأرواحنا نتوجه مع هؤلاء الزوار إلى قبر الحسين، ونطلب من الزوار أن يبلغوا هذه الرسالة، يلي تزور حسين عني بلغ رسالة، وصل الطريح وصيح دمع العين بالهمال، واسأل صدق داس الشبر صدر ابن عالة، وقطع الداجة وشال راس فوق عسال. وحسينا يلي تزور حسين عني بلغ تحية، وصل ضريح وخيل عبراتك جارية، وسأل صدق داست عظام العوجية، وكسرت صدر وقطعت من الأوصال، يلي تزور حسين خل الدمع جاري، واسأل صدق جسمك تكفل في باري، وراسك رد للجسد لو ضل في البراري، ما ينعرف راسك صار بأي بلدة يسردان. وحسينا
أجركم الله في الرواية عن عطية يقول خرجت مع جابر لزيارة أبي عبد الله الحسين فلما نزلنا أرض كربلاء جاء إلى شاطئ الفرات واغتسل ثم تزرى بإزار وارتدى بآخر وفتح صرة فيها سعد ونثرها على جسده ثم لم يمشي خطوة إلا ذكر الله فلما وصلنا إلى قبر الحسين قال لي يا عطية ألمسني القبر يقول ألمسته القبر فخر مغشيا عليه فصببت عليه شيئا من الماء فأفاق من غشوته ونادى يا حسين ونحن مع جابر يا حسين يا حسين فلم يسمع جوابا فنادى حبيب لا يجيب حبيبا وأنا لك والجواب أبا عبد الله وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرقا بين بدنك ورأسك فأشهد أنك ابن خاتم النبيين وابن سيد المؤمنين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء وما لك لا تكون هكذا وقد غدتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شاكة في حياتك فعليك صلوات الله ورضوانه وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا ثم وجه بوجهه ناحية الشهداء ونادى السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء أبي عبد الله وأناخت برحله أشهد أنكم قد أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين والذي بعث محمدا بالحق نبيا لقد شاركناكم فيما أنتم فيه فقال عطية كيف تقول شاركناهم ونحن لم نهبط واديا ولم نصعد جبلا ولم نضرب بسيف والقوم فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأيتمت أطفالهم ورملت نساءهم فقال إني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب قوما حشرا معهم ومن أحب عمل قوما أشرك في عملهم والذي بعث محمدا بالحق نبيا إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحاب الحسين فبينما جابر يزور وإذا بسوادة أقبلت
فقال جابر لغلامه امضي وحقق النظر، إن كانوا من أتباع ابن زياد فعجل إلينا لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان سيدي ومولاي زين العابدين فأنت حفظ لوجه الله. مضى الغلام وإذا به يرى السواد ويسمع البكاء، وزينب تنادي يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها، ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها، بالله هل وريتموها في الثرى؟ وهل استقرت في اللحود رمامها؟ الجواب يا زينب ما غسلوا ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه عار تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح ضافي مئزر وردى وحسينا. وإذا بالغلام أقبل مسرعا وهو ينادي يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله، هذا علي بن الحسين جاء مع عماته وأخواته. فقام جابر حاف القدمين مكشوف الرأس، جاء إلى الإمام نادى الإمام أجابر هذا؟ قال نعم يا مولاي. فضمه الإمام إلى صدره وجابر ينادي عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء يا مولاي. نادى الإمام يا جابر ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا أحرقت خيامنا، ها هنا سبيت نساؤنا، ها هنا صعد شمام على صدر والدي الحسين بن علي وحسينا. والله يا جابر لو شفت صاحب الصلاة، والله يا جابر لو شفت صاحب الصلاة مفضوخ راسه طايح بجانب المسنى، جودة على اجتافه وهو طام الكبد مات، جودة على اجتافه وهو طام الكبد مات. والطفل يا جابر نظرت بسهم مصيوب،
وحسينا. وإذا بالنساء كل واحدة ألقت بنفسها على قبر عزيزها ما عدا زينب بقت على ظهر الناقة. فقال لها الإمام: عما قد وصلنا إلى كربلاء؟ فنادت: ابن أخي خذ بيدي فلقد غشي بصري. وزينب جاء بها إلى قبر الحسين ألقت بنفسها على قبره تبكي وتنادي: وأخا. وجاء الإمام برأس الحسين صلى على الرأس وحفر القبر مما يلي منحر الحسين فسالت الدماء وأنزل الرأس في ملحودة قبره. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. وحسينا وزينب تنادي: جينا جينا يا خويا وعلى قبر قعدنا قعدنا نصبنا العزا عندك ونحنا لا يندخل قبرك دخلنا. ثم مضت إلى حاميها وكافلها ابن فضل العباس وهي تنادي: أخي ضربونا، أخي سلبونا، أخي أوقفونا في المجالس، قم وأرجعنا إلى وطن جدنا. جيناكم يا أبو فاضل ولا قمتم تنزلونا. جيناكم يا أبو فاضل ولا قمتم تنزلونا. الروس جبناها ومنكم نطلب العانة. وراس حسين سمحولي تراه مكسر سنونا. وحسينا وراس حسين سمحولي تراه مكسر سنونا. تشتي الذهب كسرها يزيد وتنظر عيوني. وحسينا خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة السفر. زيارة للأربعين. وارزقنا زيارة. توجهوا زيارة الحسين الليلة. الله يكتبنا وياكم من زوارنا. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا ابن رسول الله. السلام عليك يا سيدي إن لم يجبك لساني عند استنصارك وبدني عند استغاثتك فقد أجابك قلبي. وحسينا تبكيت عيني لا لأجل مثوبتي
لكن ما عيني لأجلك باطية. ضج واحد وصيح واحد وحسينا السلام عليك يا مولاي، السلام على الحسين الوجيه، جده وأبيه أمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. السلام عليك يا مولاي وعلى ملائكة الله أنحاف فينا لحوض. السلام عليك يا مولاي وعلى ملائكة الله الحاف فينا بحرمك الشريف المستغفرين لجوارك. السلام عليك يا مولاي وعلى نسائك المسبيات يا ابن رسول الله، خصوصا أختك فخر المخدرات زينب، زينب ومصيبتها هذه زينب اللدود. آل زينب يحجون عني سلة المصايب، ما سلني أني تمرمرت من صغر، سلني أني صار البيت والنح فني، والله أني صار البيت والنح. إيه لا تبخل عليها جاوبي يا ها، صار البجا والناحفا مقبول منك يا رب ضعيف من أقوى من أقوى، ها تستاهل أم المصايب زينب. ها أولي مصايب حسين دهلني نزلنا على عيون بعمني، إيه والله بصوت واحد نزلنا على عيوني على عيونه وعمن. السلام عليك يا مولاي وعلى أخيك وحامل لوائك ساقي عطاشة كربلاء، أخوك أبو الفضل العباس ساقي عطاشة كربلاء قمر بني هاشم. السلام عليك وعلى ولديك العليين الأسير والشهيد. السلام عليك يا مولاي وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدوا بين يديك. يا رب تحفظ زوار الحسين. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين بحرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا ابن رسول الله وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليك وعلى أخيك القاسم وأختك فاطمة المعصومة. والصلاة والسلام عليكم سادات ومولي أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر المنصور المؤيد والرسول المنصور المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. السلام عليك يا أجد يا رسول الله وعلى والديك. السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين ووالديه. السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين إمام المتقين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك وعلى ابنتك الزهراء فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا جد يا رسول الله وعلى ولديك وصبطيك الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. السلام عليك يا جد يا رسول الله وعلى أولادك الطيب والطاهر والقاسم وإبراهيم وعبد الله أبناء رسول الله
السلام عليك يا جد يا رسول الله وعلى أولادك أئمة البقيع ساداتي وموالي أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته والسلام على الصالحين من عبادك الصالحين المجاورين لقبور أوليائك صلواتك عليهم أجمعين لا سيما جدة الأئمة أم فاطمة ابنة أسد أم أمير المؤمنين وسيد الوصيين السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة ابنة أسد يا جدة السلام عليك وعلى أم البنين وزوج أمير المؤمنين وأبنائكم الطاهرين وأبنائهم الطاهرين والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي أهل البيت جميعا وعلى ولدكم الخلف القائم الحجة بن الحسن إلى سيدي ومولاي إمامي وإمام الإنس والجان وقاطع البرهان وشريك القرآن وإمامي وإمام الإنس والجان والصلاة والسلام عليكم وفي الختام الدعاء للإمام جميعا بصوت واحد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعل صلواتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وأرزاقنا به مبسوطة وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته إلهي ومن على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بدوام الصحة والعافية لا سيما والدتنا العزيزة أم الحسن إلهي من عليها وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بدوام الصحة والعافية وعلى موت المؤمنين والمؤمنات والمغفرة والرحمة لا سيما الحاج ملا محمد صالح الجامد خادم الحسين له ولوالديه ووالدينا ووالديكم وإلا من ماتوا على طريق الولاء والإيمان نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم